السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم صدر ديال الكفته على هذا الشكل. نمشيو دابا للمقادير. غنحتاج 4 ديال الحوت مطحون، غنحتاج حساب 100 غرام شحمه ديال الكلوه ديال البقرين، غنحتاج قزبر ومعدنوس، بصله كبيره مشمضه، كمون حبوب، سكنجبير، تحميره، خرقوم، بزار، الملح. غنمشيو دابا لطريقه التحضير. غنجيب دابا قزبر ومعدنوس، ملح، معلقه ابزار، معالق تحميرة، معلقة خرقوم، معلقة سكنجبير، جوج معالق ثلاثة كامل حبوب. نجيب هنا البصلة، مكونات كاملة نخلطها مع بعضها. بالنسبة لهاد الحوت كيجي بحال الشكل ديال اللي كيتباع في الزنقة في الشواية. هنا غلبنا كيف ما كتشاهدوا معايا، مغلبة البصلة على الحوت. انا هنا درت المقلاة تسخن، غندهنها غير بشوية الزيت فقط، بعد ما خلطتو مزيان غنجيب غنقرصو على هذا الشكل كويرات صغار، أنا هنا نخليتها تدخل المقلة وندهنها بشوية زيت، عاد نحط فيها الحوت. أنا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع القياس اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، الحوت ديالنا حتى على هذا الشكل. انا هنا رقصت مع شويه ديال الزيتون المشرمل وسلطه ماروكان. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.